عندنا هنا المحاضرة 6، وقلنا المحاضرة 6 هي راح نرجع أيضا لمحتوى بعض محتويات المحاضرة رقم 5، واللي هي كانت الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، وكيف نحول الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، اللي هي كانت هذه معادلتنا أو محاضرتنا بالسابقة اللي هي انالوج تو ديجيتال موديولر. وهذا الموديولر كملناه وقلنا أهم ما موجود عندنا هذني الفونكشنز شلون نستخدمهن. دائما انتبهوا هذني الإعازات مهم جدا نعرفها شلون تستخدم. وسوينا هذا البرنامج وعرضنا كيف نقرأ الفولتية نحولها من الانالوج للديجيتال، هذه كلها سويناها بالمحاضرة. وكان عندنا هذا الهوم مارك اللي ما كان حاضر يا محمد نبهر، هذه الهوم مارك اللي كان المحاضرة الفاتت، انه شلون هنا عندنا هذا المثال الثاني نسوي انترفيس مع الهيتر ومع الكونديشنر. فقلت لكم هنا احنا بما انه احنا بروتس، والبروتس ما عندي ديفايز يعني المفروض هذا عملي، وما عندي ديفايز يمثل الهيتر او يمثل الاير كونديشن، فلهذا نضع دايود احمر يمثل على دلالة انه عمل الهيتر، ونضع دايود اخضر يمثل على دلالة عمل الاير كونديشن. وهذا هو الكود موجود، الكود موجود مجرد ما تربط وتطبق الكود. واذا غير هذه بالنسبة طلاب، بالمناسبة احنا الكود مالتنا اللي دا نستخدمه احفظوها وتعرفوها، واحنا يعني اعتمدناه كمحاضرة، وانت المفروض ملزم خلينا نقول بالامتحان بي، لكن الك كهاوي تريد تسوي برامج او تريد اي كومبايلر، احنا البي اي سي سي كومبايلر اللي اخذناه بالمحاضرة رقم 2. فهذه الإعازات أي كومبايلر تستخدمه غير هذا المفروض أنه تكون عندك البرامج مالته، يعني ما تجي الكود مال المايكرو أو الماك وتخليه بالسي سي كومبايلر وتسوي له ران، راح ما يسوي كومبايلر. إذن البرنامج او الكود اللي تكتبه الى البرنامج يعتمد على الكومبايلر اللي انت منصبه على حاسبتك او اللي انت دا تشتغل عنه. لازم ننزل المكتبات مالته، لازم مثل الاردوينو ولا مكتبه خاصه؟ بالضبط، يعني احنا من البدايه بالمحاضره رقم 2 احنا عبرنا بالمحاضره رقم 2 يعني ما فاتحتها اذا موجوده، قلنا بالسي هذه محاضرة رقم 2 هذه افتر انستالين بي اي سي كومبايلر. اذا احنا اعتمدنا على اليمن على البي اي سي كومبايلر، بينما اكو مايكرو سي كومبايلر واكو ام بي اتش كومبايلر، فهذين كلهن بالسي، بس الاعازات والكودات تختلف. فانت اذا منصب هذا وتستخدم الكود اللي يخص المايكرو ما راح من تسوي كومبايلر للبرنامج مالتك راح يقول لك عندك ايرور اندرستاند، اكو اعازات ما راح يفهمها. فلهذا هذه الطالب احنا بالنسبه كامتحان انت ما راح تسوي عندي برامج ولا راح عندك بروتس وتسوي ران، لكن انت كطالب كمستفيد تريد تسوي مشروع معين وخصوصا السنة القادمة تحتاج انه توضح هاي الامور. اذا نرجع الى محاضرتنا الخمسة، فهذه بعد ما كملناها واكدنا على هنا بعض الاعازات البرامترات، هذني بعض البرامترات قلنا البن اي 3 اي ان كان بي يوزد، هذه ايضا احب انه ناكد عليها اللي هي السيت اب انالوج تو ديجيتال كونفرتر بورد. السيت اب انالوج تو ديجيتال كونفرتر بورد هاي هنا السيت اب يعتمد اكثر من باراميتر ممكن ياخذ اللي هي بداخل القوس،
ممكن نقول نو انالوج، معناته كل البنات راح تكون ديجيتال، وممكن اقول اول انالوج، معناتها كل البنات راح تكون انالوج. والفي ريفرنس هي في دي دي، هذني اشرع عليهن يعني فد بارامترات مهمه لهذا الايعاز. من نسوي سيت اب اخذناه بالمحاضره اللي فاتت، بس احنا بعض يعني بالنهايه نكون سريعين للشرح. فهذه سيت اب انالوج تو ديجيتال كونفرتر، البورت، البورت هنا اللي راح نستخدمه. قلنا احنا الانالوج تو ديجيتال كونفرتر احنا ايش قد عندنا؟ عندنا 8 ادخالات او 8 بنات بهذا البورت، واللي هو البورت اي. ناخذ بورتين، البورتس احنا ليش قلنا هنا بورتس؟ لان ياخذ البورت اي والبورت اي، ياخذ البورتين، وهاي حكيناها من بداية المحاضرة الفاتت اللي هي محاضرة 5. فإذا كتبنا بداخل القوس نو انالوج، معناته كل البنات اللي موجودة بالبورتين الاي والاي، البورتات الاي والاي راح تكون كلها ديجيتال. وإذا نكتب all analog، إذا كلها analog راح نكتب all analog. وعندنا ال V reference راح تعتمد فولتية ال VDD، لأن ممكن إحنا قلنا ال V reference ممكن ما تكون ال VDD، ممكن تكون أي فولتية، ممكن تكون 1 2، أنا المن أريد اللي هي ال V reference اللي راح أعتمدها، لكن كديفولت هي ال VDD. وين تجي الديفولت؟ لما يكون سيت اب انالوج تو ديجيتال بورت وداخل القوس نكتبها اول انالوج، مثل ما كتبناها في هذا البرنامج اللي هي هذه. اذا تشوفون اكبر العرض، هنا من تسوي سيت اب، هذا السيت اب من نسوي سيت اب للانالوج، هذا اول سطر هنا انيشيلايزد انالوج تو ديجيتال كونفرتر موديل، ايضا يحتاج له حتى ابدي شلون من اني اسوي يعني وكانما بدايه ال سي دي سوينا لها انيشيلايزد، وعندنا ايعاز للانيشيلايزد. وايضا الكيبورد سوينا له انيشيلايزد وايضا عنده ايعاز، كذلك الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، هذني الايعازات المهمه. فنقول سيت اب نسوي اعدادات الانالوج تو ديجيتال بورت، والانالوج تو ديجيتال بورت احنا قلنا عندنا 2، الريزوليوشن، الريزوليوشن مالته الفول ريزوليوشن 10، وممكن ان نخلي الريزوليوشن 8 بت، وهي ايضا حكيناها حتى ما نريد نتاخر اكثر. فلما اضع هذه اي ان او اي ان في سي سي في ار، معناته الفي ريفرنس عند يا بن او يا البورت اللي هو البن الثالث، البن الثالث من الانالوج، البن الثالث من الانالوج، الاي ان معناته انالوج. اذا والاي ان انالوج هذا موجود وين؟ موجود بالبورت اي، وقلنا البورت اي واي، الاي والاي هو اللي يمثل 8 بنات للانالوج. هاي بدايه محاضره 5، واللي انا ما اريدهم ايضا خل ارجع لكم اياها حتى تشوفوها. هذه المحاضره 5 اللي هو قبل ما نبدا بالاكزامبل، هذه البنات اللي حكينا عنها، هذه من اي ان او الى اي ان 7 تاخذ البورت ار، تاخذ البورت ار والبورت اي، الار اي، الار يعني البورت الاي والبورت الاي، هذني من اي نوت الى اي اي تمثل لي الانالوج 8 بنات الى الانالوج، وهاي حكيناها فالمفروض نعرفها. اذا هاي الثمان بنات من اسوي لها سيت اب، من اسوي سيت اب لهذه البنات، البارامتر مال السيت اب اللي نكتبها داخل القوس، انتبه على هذه السيت اب نكتبها داخل القوس، هذا السيت اب، هذا ايعاز السيت اب، السيت اب انالوج تو ديجيتال بورد، هذه موجوده داخلها بورتس موجوده، نكتب
ومثل ما هنا قلنا اذا نكتب all معناها كلها analog، واذا نحدد an a1 vcc ver هذه معناته راح نحدد v reference غير الديفولت. هاي مين نحددهن؟ من خلال هاي البارامترات الأربعة اللي أنا هسه دا أحكيكم عنهم. بارامترات 1 2 3 4، أربع بارامترات، أربع بارامترات هذني من أقول هذه بداخل القوس معناته كل البنات ديجيتال، ومن أقول هذه الكلمة all analog معناته كل البنات analog، والفي ريفرنس اللي هي الفي دي دي. من أقول AN1 0 معناته على هذا الشانل، والفي ريفرنس ايضا في دي دي. من اقول هنا اللي هو هذا الاخير المميز اللي هسه احنا شفناه، هاي معناته all of these bin are analog inputs، يعني هاي البنات اللي انا كتبتهن هنا راح تكون analog، والفي ريفرنس هنا راح تكون ايضا الفي دي دي. من اكتب عدد من البنات، يعني هنا أنا كتبت البن 0 والبن 1 والبن 3، هذني من أحددهن معناته هن هذني أيضا أنالوج، والبي ريفرنس هي نفسها الفي دي دي. من أحدد هذه الفي اس اس والفي ريفرنس، من أكتب هاي العبارة، من أكتب هذه العبارة معناها أنه الفي ريفرنس راح تكون إعدادها يكون من خلال بن 3، إعدادها راح يكون من خلال بن 3 بن الأنالوج. يعني أنا شقد أنا الفي ريفرنس اللي مطلوبة مني 1، المفروض من خلال هذا البن أدخل 1 فولت. هذه ما تبقى من المحاضرة 5 واللي إحنا ما لحقنا نوضحهن. هاي بالنسبة إلى المحاضرة 5، حتكون ويا تسجيل محاضرة 6. المحاضرة 6 اللي الموديولار الجديد اللي راح نعتمده اللي هو اسمه، وايضا اخذنا سي سي بي. هذا شنو سي سي بي؟ كابتشر كومبير بولس ويدث موديليشن، يعني ماخذ حرف السي. دائما احنا من نقول لك سي سي بي وانا اعطيك مختصر منو هذا فانت راح تعرفه، هنا كابتشر يعني هنا التقاط، او كومبير او مقارنه من خلال البالس ويدث موديليشن. هذه قلنا احنا من حكينا المايكرو كنترولر اللي اخذناها ما حكينا كل البنات، قلنا كل بن اللي راح نحتاجه راح نحكي عنه، وهذه ايضا انذكرت، هذه المعلومه انذكرت بالفيتشرز بالخواص اللي هي ذكرناها بالمعادله رقم 1. معادله رقم 1 كانت من ضمن الخواص مالتنا، إذا تشوفون ونرجع للمحاضرة رقم 1 حتى بس أذكركم بها. هذه محاضرة رقم 1 اللي حكينا على المايكرو كنترولر وقلنا من مواصفاتها وميزناها عن الانالوج تو ديجيتال، عن العفو مايكرو بروسيسر. هذه الميزات، هذه الميزات اللي حكينا عنها. من ضمن الميزات اللي حكينا عنها هنا يقول البنات عندنا تو كابتشر كومبير بالس ويدث موديليترز. الموديولر اللي عندنا السي سي بي اللي هي الكابتشر كومبير بالس ويدث موديليتر عندنا شقد؟ عندنا 2، فراح واحد نسميه سي سي بي 1 والثاني سي سي بي 2. هذه احنا قلنا للي يريد نكبرها، نكبر هذه موين؟ هذه بالمحاضرة رقم 1. محاضرة رقم 1 احنا قلنا البنات ما اخذناها بالتفصيل، لكن اللي نحتاجها نرجع لها. اذا وينها هذه؟ هنشوفها، هذه نأشرها، هذه سي سي بي 2 وسي سي بي 1. شي يمثل لي رقم 16 ورقم 17 من المايكرو كنترولر مالتي، من المايكرو كنترولر مالتي. وهنا الانالوج AN1 AN2، هذه الفي ريفرنس NA3 NA4 اللي هي هذه AN5 AN6 AN7 اللي هن هذني يمثل لي الانالوج، يمثلن الانالوج.
هسه ايش عندي؟ عندي الكابتشر والكومبير البلس وث موديليشن، يا بن بن 16 وبن 17. اذا هذني المآخذ اللي راح اتعامل وياهن مع هذا الموديولر. نرجع الى محاضرتنا رقم 6، هذا الحكي كله مذكور بالمواصفات. بدنا نقول مواصفاتها عندها 2، هذا نفسه راح نعيده هنا. هنا has two CCB named، راح تسمى CCB1 والCCB2، يعني capture compare pass with modulation، يعني البن الأول والبن الثاني. This model can be operate in one of three mode capture، يعني ممكن أن نستخدم ثلاث مودات من هذه البنات. ممكن أن تكون يعني مو الكابتشر، وممكن تكون الكومبير، وممكن تكون البلس وث موديليشن. يعني هذه البنات ممكن استخدمها للمقارنه، او ممكن استخدمها للالتقاط، او ممكن استخدمها لتوليد او لتكوين البلس وث موديليشن. هير هنا احنا في محاضرتنا وي ويل تيك بلس وث موديليشن اونلي، يعني هسه اني راح استخدم الكابتشر مالتي هنا، أنا فقط استخدم الاخير اللي هو البلس وث موديليشن. وضحت هسه شنو هذا السي سي بي موديولر؟ السي بي بي موديولر هذه موديل موجود ممكن التعامل معه مع المايكرو كنترولر، وقلنا المايكرو كنترولر عباره عن 40 بن، كل بن مربوط بالداخل، هذا امبيدد، يعني هذا الموديولر موجود بالداخل مثل ما موجود عندنا الانالوج تو ديجيتال كونفرتر اللي هو الاي دي سي، وعرفنا وين يربط. هذا المفروض من اريد اولد بلس وث موديليشن، انتبهوا، من اريد اولد بلس وث موديليشن ويا من اتعامل؟ اتعامل مع السي سي بي 1 او السي سي بي 2. اذا عندنا شانلين، عندنا خلينا نقول بنات اثنين ممكن، او شانلات او قنوات اثنين اني من خلالهن اقدر اولد البلس وث موديليشن. نيجي نفهم هو شنو البلس وث موديليشن. البلس وث موديليشن معناتها هنا حتى على المحاضره، واحنا قلنا نلتزم بالمحاضرات. البلس وث موديليشن از ا باورفول تكنيك، هو تكنيك شي سوينا for controlling analog device like lamps or motors using digital signals. يعني يقول هو في التكنيك مفيد جدا للسيطرة علما على الأجهزة اللي تشتغل على الانالوج، يعني اللي تشتغل على، ما تشتغل على 0-1 analog device، مثل عندنا اللامب الإضاءة والموتورز، هذه ممكن ان نشغلها على الديجيتال سيجنال، ممكن ان اشغلها باستخدام الديجيتال سيجنال. الديجيتال سيجنال هي شنية؟ عبارة عن بلس، لو زيرو لو وان، صح ولا لا؟ فممكن اني اشغل المصباح من خلال الديجيتال سيجنال، وممكن ان اشغل الماتور او اي محرك ايضا من خلال الديجيتال سيجنال. اذا هو هذا مفهوم البلس وث موديليشن، وهذه الطريقة by controlling analog circuit digitally. يعني هذه المعلومة نخلي تحتها خط، يقول لك انت من خلال سيطرتك على الأجهزة التماثلية او الانالوج من خلال رقميا او digitally، السيستم cost and power consumption can be greatly reduced، يعني الكلفة والخسائر بالطاقة ايش راح تكون بيها؟ راح تكون قليلة جدا، تقل بشكل ملحوظ. فهاي فائدة استخدام البلس وث موديليشن بتشغيل المصابيح او بتشغيل الماتورات او باي ديفايز انالوج، باي ديفايز انالوج. كيف نستخدم، كيف نستخدم البلس وث موديليشن لهذا التشغيل؟ هنا السمبل، سمبلي بلس وث موديليشن از ا واي تو ديجيتالي encoding analog signal level. هنا البلس وث موديليشن هو هذا يعطينا عبارة عن تشفير
انكودينج فك تشفير معين. هذا الفك التشفير المعين يكون عن طريق بلس. البلس ايش راح نسميه؟ ديوتي سايكل اوف سكوير ويف، عباره اكو فد دائره او دوره تنعاد كل خلينا نقول كل دوره راح نسميها ديوتي سايكل. اذا من هذه او نسميها البيريود، البيريود مالتنا او اول صعود الى اول الى الصعود الثاني، هذا نسميه بيريود. اول صعود بالبلس مالتنا الى الصعود الثاني هذا نسميه بيريود. الصعود هذه معناته لوجيك 1، وهذه اللي نسميه الاون، وهذا الاوف تايم هو لوجيك شنو؟ لوجيك 0، لان احنا ده نستخدم او نريد نسيطر عليه من خلال مايكرو كنترولر. اذا المايكرو كنترولر ممكن يولد لنا البالس اللي تشغل لنا الدي سي موتور او نشغل المصابيح او انت شنو اللي تريد تسيطر عليها، هاي من خلال استخداماتك ومن خلال مشاريع انت ممكن تقراها، مشاريع بسيطة وبتقدر تطورها بمهاراتك ومعرفتك بالكودات وكيفية استخدام المايكرو كنترولر. اذا الديوتي سايكل راح تكون عبارة عن موجة مربعة، هذه الموجة المربعة تمثل لي فك تشفير، هي هذه وكأنما شفرة للانالوج. من انطيها راح المفروض اعرف اني شنو الفولتية اللي خارجة من هذه البلس ويدث موديليشن. اذا البلس ويدث موديليشن از ستيل ديجيتال، تبقى ديجيتال بيكوز ات اني جيفن انستانت اوف تايم. The full duty cycle is enter fully on or fully off. أما هسه هنا هذه من نقول 50%، نص الدورة هي on والنص الباقي هو off. إذا fully duty cycle معناته الدورة كاملة راح تكون الon والoff الدورة الثانية. فلهذا نعتبر السيجنال تكون اون مثلا اذا 50%، 50% تكون اون و 50% تكون اوف. اذا كانت الديوتي سايكل قايل لك الاوتبوت اوف الديوتي سايكل مال البلس ويدث موديليشن 10% او 20% او يعني احنا شنو عندنا الديوتي سايكل اللي انت تحتاجها لتشغيل جهاز معين، فاذا الفتره مال التشغيل راح تكون بهالصيغه هذه. هذه البلس، البلس اللي يكون لوجيك 1 والبلس اللي يكون لوجيك 0 هو فتره الاطفاء. اذا هذا الاون وهذا الاوف، الدوره الثانيه هذا الاون وهذا الاوف. فهذه اذا كانت عندنا الديوتي سايكل 10% انتبهوا، واذا كانت عندنا الديوتي سايكل 50%. For example على سبيل المثال اذا كانت عندنا الباور سبلاي او السبلاي او الفولتية اللي الانالوج اللي دا يشتغل عليه على سبيل المثال الدي سي موتور عندنا يشتغل على ال 12 فولت، طلاب وياي الدي سي موتور يشتغل على 12 فولت، اذا نطيته 50 سيطرت عليه من خلال المايكرو بروسيسور وشغلته عن طريق البلس ويدث موديليشن، والبلس ويدث موديليشن اللي ولدتها ولدت الديوتي سايكل 50%، ايش قد الفولتيه اللي راح توصل للماطور؟ ايش قد الفولتيه اللي راح توصل للماطور؟ 6 فولت. 6 فولت، احسنت. ليش؟ لان هنا كيف ينحسب؟ ينحسب التي اون على التي اون زائد التي اوف اللي هي هذه المعادلة اللي راح نسميها. طبعا أنا سويت لكم المحاضرات بس مع الأسف يعني للي يريدها أنطيها ما عندي مشكلة، لأن المحاضرات مالتنا ضعيفة جدا بالمحتوى، ضعيفة جدا بالمحتوى. ما أعرف يعني الظاهر هو دكتور مهند إلى فد هذه قلنا هذه الديوتي سايكل،
فالديوتي سايكل هذه على سبيل المثال شلون اني احدد الفولتية عن طريق معادلة، المعادلة اللي احدد من عندها الفولتية اللي هذه الفي دي سي اللي راح تطلع التي اون على تي اون زائدا تي اوف مضروبة بالفي سي سي، يعني التي اون مثلا شقد 10 والتي اوف زائدا التي اون خلينا نقول 100، فراح نقول 10 على 100 بوينت شقد 0.1، واضح؟ تنضرب بال 12، يعني اذا كانت عندي 10% شقد راح توصل فولتيه للدي سي موتور؟ شقد توصل اذا عندي الديوتي سايكل 10%؟ يعني 10 على 100 في 12، واضح؟ وهنا اذا عندي 50% يعني 50 على 100 في 12، شلون طلعت الستة؟ دي تفهموها طلاب شلون دا تصير؟ اذا عندي 75% شقد راح تطلع الفولتية هذه؟ وكأنما انا شلون راح اقراها؟ راح اقراها من خلال الانالوج تو ديجيتال كونفرتر. احنا الانالوج تو ديجيتال كونفرتر اللي اخذناه اللي اخذناه هسه عندي هنا 10 على 100 اللي هي يعني 10%، 10% من ال 12 فولت يعني في 12 فولت، هاي ايش راح تكون؟ تكون فولتيه اللي خارجه من الديوتي سايكل 1.2. نعم 1.2 هاي مقدار الفولتيه اللي راح. هسه انا دا اقول لك اذا عندي مصباح وانطيه هذا المصباح خلينا نقول يشتغل على دي سي، هسه احنا دا نشتغل دي سي فولت خلينا نقول 12 فولت، وهذا المصباح يشتغل على 12 فولت وانا انطيته بولس 10%، ايش راح يكون اضاءته؟ تكون قليلة جدا، توهج جدا قليل اذا ما يكون طافي، من المحتمل يطفى او يكون طافي، تعتمد على الامكانية الاضاءة. فاذا البلس وث موديليشن من اني نطيت هذا البلس وقلت له 10%، يعني كل هذا البلس اللي نطيته فمعناته قلنا اول كل صعود هو شيء مثل لي بداية دورة، كل صعود يمثل بداية دورة. اذا هذا البيريود مالتي، اذا هذا البيريود مالتي البريود مالتي صار بيها اون، هذا الاون هذا وقت الاون وهذا وقت الاوف. هنا الانالوج تو ديجيتال كونفرتر هو اللي راح يحول هذه البلس، هو اللي راح يحول هذا البلس عن طريق هذه المعادله، فالناتج اللي راح يوصلني للدي سي موتور 1.2 فولت اذا كانت الريفرنس مالتي الفولتيه اللي انا مطيت هي 12 فولت وانطيته بلس وث موديليشن للديوتي سايكل مالتها، بينما اذا انطيته بلس وث موديليشن للديوتي سايكل 75% فايش راح يكون؟ راح يكون 3 ارباع الوقت، 3 ارباع يعني 3 على 4 في ايش قلت؟ في 12، 3 على 4 في 12 هذه اللي راح يكون هنا معناته 9 فولت، يعني راح توصل له 9 فولت، واضح؟ اذا انا هذا البلس وث موديليشن ايش غيرت لي؟ سوت مثل اللي سويناه احنا بالمحاضره رقم 5. محاضره رقم 5 احنا ايش سوينا؟ فولتيه متغيره، فولتيه متغيره نعرضها على ديسبلاي، صح لو لا؟ فهي هاي الفولتية المتغيرة انا انطيتها، هي كانت الفولتية المتغيرة اعتمدنا احنا شقد؟ اعتمدنا الفي سي سي اللي هي 5 فولت ودخلتها على انالوج وكانت هي تقرالي ال سي دي تقرالي قيمة الفولتية. اذا هذه فولتية اذا انا من اقدر اجيب الفولتية المتغيرة؟ اما عن طريق بوتنشوميتر يعني المقاومة متغيرة، وعن طريق الانالوج راح اخذ من الاي راح اقدر اولد البلس وث موديليشن اللي اني اريدها.
هو هذه فكرة محاضرتنا اليوم. إذن الـ VDC اللي تخرج من الـ Pulse Width Modulation، هذه الـ Pulse على الـ VC، الـ VC اللي هي أنا مطيتها بور سبلاي أو التغذية اللي أنا أنطيها للجهاز، فش قد أنا أقدر أخرج هنا 15% من الـ VCC، هنا إش قد أقدر أخرج 75% من الـ VCC، وهنا نلاحظ على مثلاً 25% من الـ VCC. كل دورة، كل Pulse Width Modulation ينطيني فولتية معينة. نرجع إلى محاضرتنا. إذن هذه هي المحاضرة مالتنا. يقول كل Pulse راح ينطيني إذا كانت 10% فراح يكون 1.2 فولتج، وإذا كانت 50% راح تكون 6 فولت، وهذه وضحناها. هنا the next figure demonstrate the effect of apply signal with different duty cycle to the lamp. نفس الحالة اللي قلنا هسه احنا اذا خلينا هذا الديوتي سايكل الى هذا المصباح، ده تلاحظ التوهج مالته طافي تقريبا. اذا خلينا هذا الديوتي سايكل الى المصباح، هنا نشبي المصباح توهجه وسط، هنا اذا خلينا هذا الديوتي سايكل ايش قد التوهج مالته؟ راح يكون عالي. معناته هنا البلس مالتي، ده تشوفون البلس اللي هو وقت التشغيل الاون كبير جدا مقارنة بالوقت الاطفاء اللي هو الاوف. اذا الفولتية اللي راح تخرج من هنا هاي تقريبا هنا 75% وهنا تقريبا 50% وهنا راح تكون 10%. فهذا التغير بالفولتيات ممكن يولد البلس ويث موديليشن، وعلى اساسها اني اقدر اتحكم بالجهاز مالتي. اذا البلس ويث موديليشن ايش راح نستفاد منه؟ يستفاد منه بالسيطرة على عمل الانالوج ديفايز بالفولتية اللي انت تريدها. عندك موتور تنطيه هذا راح يكون سرعته جدا قليلة، تنطيه هذه راح يسرع، لان احنا كل ما ننطي فولتية اكثر الموتور شي يكون اسرع من ننطي هذه الفولتية، لكن ضمن الرنج اللي الفولتية اللي يشتغل عليها. ما يصير احنا نعبر الرنج مثلا هو اقصى حد للدي سي، مثلا عندنا دي سي موتور يشتغل على 12 فولت، انا ما انطي 20 فولت راح احرق ملفاته. فاني هنا كيف اني اغير او احصل على فولتيات متغيرة؟ من خلال البلس ويث موديليشن. كيف احنا نتعامل مع المايكرو كنترولر بالبلس ويث موديليشن؟ قلنا عندنا البنات اللي هو البن 16 والبن 17 اللي اني وضحته الان، البن 16 والبن 17 اللي هو هذا البن 16 السي سي بي 2 والسي سي بي 1 اللي هو على البورت، على البورت سي المأخذ الاول السي 1 والسي 2 هذني. احنا قلنا كل بين ممكن من عدة سهمين، هذا معناته يؤدي لي اكثر من وظيفة. فاني اذا استخدمه كانبوت بورت اوتبوت بورت راح اتعامل ويا هذا، واذا استخدمه كبلس ويث موديليشن راح اتعامل ويا السي سي بي 2 وشنو واعازاته، واعازات السي بي 2 او السي بي 1. لما نقول سي سي بي 1 معناته نقصد الكابتشر كومبير بلس ويث موديليشن. نكمل المحاضرة. In the next example، هذه يقول لك بالمثال بعد next example راح نتعرف بس technique used to control the speed of DC motor، واللي هو هسه احنا نفس الحالة حكيناها. بالمثال البعد شلون اني اتعرف على او اسرع او ابطئ الDC motor، اسيطر على سرعة الDC motor.
The motor is interfaced to the PIC using a H bridge. طبعا هنا اما من خلال ال H bridge او مو بالضرورة ممكن انه هذه ال H bridge هو طريقة من طرق التشغيل. والبلس ويث موديليشن ماست بي يوز الونج وذ تايمر 2. هنا نحتاج ايضا واحنا قلنا البلس المايكرو كنترولر مالتنا كم تايمر بيها اذا تتذكرون كم تايمر بيها بالمحاضره 2 هاي محاضره 2 العفو المحاضره الاولى كم تايمر بيها من يقول لي اذا تتذكرون كم تايمر بيها كم تايمر بيها طلاب ثلاثة اللي هي هذه 3.7 3 تايمرز with different capabilities 3 تايمرز عندنا 3 تايمرات. احنا قلنا شنو هي المايكرو كنترولر؟ المايكرو كنترولر هو embedded system في داخله دوائر الكترونية عبارة عن integrated circuit صح لو لا؟ الدوائر الالكترونية اللي يحويها هسه احنا ايش قلنا؟ قلنا المايكرو كنترولر عندنا هسه احنا دا نشتغل على نقطة على الخصوصية مال نقطة 6 ونقطة 7. نقطة 6 ايش تقول؟ عندنا 2 من السي سي بي واحنا شفناهن اللي هو بين 16 وبين 17 وعندنا 3 تايمرز وذ ديفرنت كابابيلتيز. عندنا 3 تايمرات، الثلاث تايمرات اللي هي شنية؟ الزيرو والوان والتو. اذا تروح تشوفها على البنات هذني الزيرو والوان والتو هذه التايمرز هنا ال هذه ال وين عندنا اللي ينقري هذه عندنا الزيرو تايمر زيرو ماذا اشوف هنا طبعا هذه البنات تتعامل مع التايمر ريد انالوج اللي هو رقم 9 طبعا هذا لان يقرا ريد رايت واللي هو من خلال الكنترول ونحدد احنا من خلال البنات على يا تايمر راح نشتغل على يا تايمر راح نشتغل. فالمفروض التايمر راح يكون داخليا من خلال طبعا التايمر هنا أنا ما عنده التايمر راح يربط مع السي سي بي 2 امبيدد السي سي بي 2 من نقول له نحدد له من خلال مو احنا عندنا هنا سي سي بي 2 وسي سي بي 1 اذا اخذت هذا الشانل او اخذت هذا الشانل اللي انت راح تشتغل عليه بالكود تحدد الى يا تايمر راح ياخذ. فمن خلال التحديد هنا محاضرة 6 نرجع يقول هنا must البلس ويث موديليشن must be used along with timer 2 يعني فقط يتحدد مع التايمر 2 البلس ويث موديليشن. هاي هسه تقول لي من اعرفهن؟ هذني من تريد تشتغل على ديفايس معين او مايكرو كنترولر معين المن تروح؟ تروح للداتا شيت. الداتا شيت مالته هو من تريد تشتغل على البلس ويث موديليشن ايضا تروح للبلس ويث موديليشن. البلس ويث موديليشن ويا من يتعامل؟ حتلقاه يتعامل ويا التايمر 2. فبالاعازات راح نكتب تايمر 2 والكود هنا كاتبين ذا كود از فول كوماند اند اكسبلين صار عليه تعليق وشرح كامل من خلال التعليقات. الكود اساسا هو ما موجود بالمحاضره صراحه طلاب الكود ما موجود بالمحاضره لهذا الرسم. اني ردت انه اشوف دكتور مهند او احنا نسوي كود معين والكود سهل ما عندنا شي بيه. للي يريد يقدم هوم وورك ما مقدم ذا النيتشة ممكن يسوي لي كود لهذا الرسم لهاي الدائره. هسه اقول لك شلون راح تشتغل هاي الدائره كيف تشتغل هذه الدائرة. انتبهوا علي وكيفية عمل هذه الدائرة. هذه الدائرة يقول كان بي على من خلال السرعة اما احدد السرعة والسرعة من احددها قلنا من خلال البولس ويث موديليشن اللي هي
بن 16، هيدا تشوفون هنا بن 16 وبن 17 وين مربوطات. هاي البن 16 مربوط الى هذه يعني اما هذه واما هذه. فاني تشوفون بن 16 وبن 17 اللي هو راح يحدد لي الفولتيه، السرعه، سرعه الفولتيه، البولس ويث موديليشن. وبالنسبه للترانزسترات عملهم هذه نسميه الاتش، شوفوها نخلي عليها خط البي اي سي يوزنج اتش بريدج. هل من الضروري الا اتش بريدج؟ لا مو بالضروره، ممكن اني اشغل الدي سي سيرفو موتور خلال باور سبلاي معين واني اشتغله مثل ما اني يعني. صراحه الاتش بريدج لازم هنا دا يقول دكتور مهند استخدم هذا الجنكشن اللي هو الان بي ان، هذا ترانزستور يقول يو كان يوزد، على اعتبار اني لا بالبروتس مالتي لا لقيت هذا جي فيت ولا لقيت البايبولر جكشن ترانزستور. هذا يعني هنا الترانزستورات لقيت غير ترانزستور، وصراحة الوقت داهمني لان ملتهية والطلاب، فما قدرت اسوي بروتس للاتش بريدج. اللي يريد يسوي بروتس للاتش بريدج في اي بروتس انت عندك سواء فيرجن 8 او فيرجن 7، الفيرجن 7 باكثر من اصدار والفيرجن 8 ايضا باكثر من اصدار، شنو اللي عندك انت بكيفك. فقط اريد من عندك تطبق لي هذا الكود، العفو تنفذ لي كود يشغل هاي الدائره اللي هي شنو الدائره، نسيطر على الدي سي موتور. انتبهوا وياي، نسيطر على الدي سي موتور من خلال الاتش، تشغيله الاتش بريدج. فكرة الاتش بريدج، ننتبه على فكرة الاتش بريدج. واني ايضا عبارة عن، هو راسمها هنا دكتور مهند، عبارة عن اربع سويتشات. الاتش بريدج عبارة عن اربع سويتشات، هذه السويتشات. ليش اني هنا حتى اشغل الماطور باكثر من يعني باتجاهين، اما اشغله كلوك وايز او انتي كلوك وايز، يعني اما اشغله اما يشتغل بهالترتيب، يعني اما يشتغل باتجاه عقارب الساعة يعني يفتر بهالصيغة هذه، او يفتر بالاتجاه المعاكس. كيف اني اتم اقدر اشغله من خلال هذه الفكرة، انه المفروض هسه اني اقول لك عندك انت دي سي موتور شلون تشغله، ولو احنا عندنا هوايه عندنا دي سي وعندنا اي سي. المفرغه مثلا مال المطابخ مالتنا هي اي سي، الماطورات اللي بيها هي اي سي، اقدر اشغلها باتجاهين؟ نعم اقدر اشغلها باتجاهين، صح لو لا؟ شلون اني اشغلها باتجاهين؟ من يعرف شلون اشغل الماطور باتجاهين؟ يعني أنا عندي ماطور شلون أشغله باتجاهين؟ من خلال عكس الأقطاب. من خلال عكس الأقطاب، أحسنت. يعني أنا من خلال عكس الأقطاب، هذه هنا شوية ما واضحة، رتبت لكم أنا محاضرة. عندنا هذه عكس الأقطاب، العفو مو هذا الملف، هذا الملف. عندنا هنا هذه الأقطاب، هذا دي سي موتور، هذا الدي سي موتور ومربوط الأي والبي، الأي والبي. دا تشوفون إذا نطيت هنا للأي زائد وخليت بالبي الجراوند، شو راح يفتر؟ يفتر بهذا الاتجاه. إذا عكستها، إذا هاي نطيتها جراوند وهاي نطيتها الفي سي سي، شو راح يفتر؟ راح يفتر بالاتجاه المعاكس، صح ولا لا؟ نجي هنا شلون اني اطبقها من خلال انه انا عندي مطار واحد، انا شلون اعكس اقطابه؟ شلون اعكس الاقطاب؟ عكس الاقطاب راح تكون خلال سويتشات. فعندنا هذه الزائد، هذا الفي سي سي وهذا الجراوند، وعندنا هذا
الدي سي موتور مالتنا او الديفايس الانالوج ديفايس اللي اريد اشغله. فخليت هذا السويتش سويتش 1 سويتش 2 سويتش 3 سويتش 4، سواء تخلي سويتشات او انه تقدر كيف ما انت تريد تشغل الدائره. فمثلا اني اذا ضغطت على هذا السويتش وهذا السويتش، انتبهوا السويتش الاول والسويتش الرابع، ايش راح اعبر؟ ايش راح يشتغل؟ راح يشتغل عكس عقارب الساعه، راح يشتغل الحاله الاولى اللي هي هاي، صح لو لا؟ لان اني نطيت الفي سي سي راح تفتر من هنا وتمشي الى هذا الماطور، وهذا السويتش ايضا ضاغطته تروح للجراوند. اذا وسويتش 2 و3 الحاله الثانيه، وسويتش 2 و3 الحاله الثانيه. هنا استخدام البوش بوتوم بالمايكرو كنترولر مالتنا، يعني انا اظل اضغط سويتشات، ف ايش عندنا؟ عندنا حولنا السويتشات الى ترانزستورات. من يقول لي ليش؟ جيت ربطت السويتشات، قلت ان الترانزستور هو عباره عن سويتش الكتروني وسريع. بالضبط، عباره عن سويتش الكتروني. الترانزستور يعني مو اني بوش بوتوم اني اضغطه بديه، عباره عن سويتش الكتروني. فهذا السويتش الالكتروني مين اني اشغله؟ مين اشغله السويتش الالكتروني؟ اشغله من منو؟ من خلال البيز مالته. ففي حالة انه هذا السويتش الالكتروني هنا سو اني هاي طبعا انا حاعطيكم اياها المحاضرة، بس اني بفقط اللي يريد يقرأ، لكن اللي اشر عليها بالاخضر هو المهم. نقول the circuit replace the switch with NPN type transistor. ليش؟ لان هذه ممكن ان تشتغل اون في حالة هذا السويتشات الجنكشن بي، يعني ال NPN ترانزستور يا ينطينا المو انبوت بلس، هذه المن يكون تيرن اون. اذا اعطيناه بلس يعني اذا اعطيناه واحد من نقول في سي سي بالمايكرو كنترولر، ايش انطي؟ انطي هاي اوتبوت، صح لو لا؟ واذا نطيته لو اللي هو زيرو، فمعناته ايش راح يكون؟ راح يكون اوف. فاني من اريد اشغل السويتشين اللي هو الترانزستور، من اريد اشغل السويتش الترانزستور الاول والترانزستور الرابع، المفروض ايش انطي للبيز مالته؟ انطي هاي الى هذا وانطي هاي الى هنا، صح لو لا؟ فمن باللحظه اللي تجي 5 فولت هنا وتجي 5 فولت يعني بالمايكرو كنترولر بالكود مالتنا راح يكون لوجيك 1 وهنا لوجيك 1 وهنا راح يكون لوجيك 0، يكون هنا لوجيك 0 الادخال اللي انطي الى هاي الترانزستور لوجيك 0. فمن نطيت هنا معناته لقط عندي هذا السويتش وهذا السويتش واشتغل عندي بالاتجاه المعاكس اللي هو عكس عقرب الساعة. نطيت هنا الهاي الى الاول الى الثاني والثالث، راح يشتغل عندي بالاتجاه الاخر اللي هو كلوك وايز. هذه هو فكرة البريدج اللي هي هنا موضح لكم اياها بالمحاضرة، يعني انه في حالة التقاط هذا السويتش مع هذا السويتش مثل ما تفضل زميلكم، راح يشتغل هنا الموجب وهنا الجراوند. في حالة تلقيط هذا السويتش وهذا السويتش، راح يشتغل عندنا الاتجاه المعاكس، يعني هنا راح يصير الموجب وهنا راح يصير الجراوند. هذه وين طبقناها؟ على هذا البروتس، على هذا الدي سي موتور، وبمكان كل قلنا ايش حولنا؟ ايش خلينا؟ خلينا ترانزستور. اذا الترانزستورات المفروض انطي لهذا البورت، البورت سي ده تشوفون هذا البورت سي ويا بورت،
والبورت اللي هنا وبورت دي 1 المفروض انطيهم هاي حتى يلقطون، ونفس الحالة هذه انطيهم، يعني معناته من اقول انطيهم تشوفون هذا التشغيل، وهذا التشغيل راح يكون عن طريق البلس ويث موديليشن. البلس ويث موديليشن ليش؟ لان اني من دخلت هنا البلس ويث موديليشن هذا المثال ممكن اسرع الحركه، يعني اسيطر على السرعه واسيطر على الاتجاه. اذا هذا الكود اللي راح ينكتب واللي هو اريده من عندكم هوم ورك راح يعطيني بالس ويث موديليشن، يحرك لي اياه بسرعه حسب الويث مال الموديليشن، او يحرك لي اياه ببطء ويعكس لي الاتجاه من خلال تشغيل هذني السويتشات، يعكس لي الاتجاه من خلال تشغيل هذني السويتشات. هذا هو بالنسبة إلى المحاضرة مالتنا. أنا سويت مثال بسيط، المثال البسيط خلينا البلس ويث موديليشن وكأنما مثل المحاضرة 5، مثل محاضرة 5 أخذنا بوتنشوميتر والبوتنشوميتر شغلت عليها المرة أنطيه قليل، البوتنشوميتر يعني أعطيه فولتية قليلة وأعطيه فولتية سريعة من خلال الاعتبار إحنا افتهمنا بالمحاضرة 5 كيف يشتغل، كيف يشتغل هذا الجزء وسوينا كود إله هذا الجزء كيف يشتغل، كيف يشتغل وتطلع لي هنا على الديسبلاي. بدل الديسبلاي أنا ربطت ماطور، والماطور يشتغل على أساس هذا على أساس هذا البوتنشوميتر. نفتح الملف هنا هذا، نحاول نكبره. دتشوفون هذه أني استخدمت هو أي ترانزستور، بس بالمحاضرة محددين بترانزستور معين، أني الترانزستور من لقيته عندي، وهذا أيضا الدي سي موتور، والدي سي موتور على باتري 12 فولت. ودائما احنا من نربط الدي سي موتور حتى هاي طبعا للعملي، حتى انه نربط خاف تنطي فولتية اكثر كدايود كحماية لملفات، يعني يعبر باتجاه وما يعبر بالاتجاه الثاني كحماية للماطور. وايضا هنا نقلل من التيار، ممكن نربطها وممكن ما نربطها، قلنا هاي لاجل العملي، لاجل العملي فقط. واجينا نطينا البوتنشوميتر هذه مقاومة متغيرة، ابدي ازيد واقلل بيها. اذا ترجعون الى المحاضرة رقم 5 وعرفنا شلون الكود وعرفنا كيف يتحول الفولتية والفي سي سي هنا 5 فولت، اذا الفولتيات اللي حنوصلها الى الديوتي سايكل اللي راح تتولد علي من ربطتها، ربطتها على السي سي بي 1 لان انا عندي سويتش واحد للديوتي سايكل اللي راح تتولد هنا. الفي سي سي مالتي ايش قد؟ هذه الفي سي سي الفي ريفرنس اللي هي راح تكون هذه الفي سي سي، وال 12 فولت اللي دي يشتغل عليه على اساس الديوتي سايكل اللي انا راح اولدها. الديوتي سايكل تعتمد على البوتنشوميتر، اقلل او ازيد، اعرض بالبلس واقلل بالبلس. وكانما هسه لو احنا نجي هنا عندنا مختبر ونشوف بلس جنريتر او ديسبلاي يعرض لنا الموجات اللي دا ترسم هنا، اعتقد هو هنا المفروض عندي عارض مال الموجات،
فيجي اربطه هنا على المفروض، ومن اسوران يعرض لي البلس اللي دا تشغل لي هذا السيرفو. احنا غايتنا انه من ازيد الفولتيه راح يقوى، ومن اقلل الفولتيه راح تقل السرعه مالته. اذا اسوران دا تشوفون الفره مالته، الفره مالته دا يفتر بالعكس، على اعتبار انا انطيته الفي سي سي من هنا، هذه الفي سي سي وهنا الجراوند، هذا السويتش توصل. هذه لما اربط السويتشات البقيه وادوس بالعكس المفروض هسه هنا راح ازيد اني، هنا اني هسه ما اقدر اعكس اتجاه، هنا أنا فقط سرعه، هنا أنا فقط سرعه ما اقدر اعكس اتجاه. هسه اني دا ازيد، انتبهوا على سرعه الموتور شلون دا تزيد. تشوفون هاي دا ازيد الفولتيات، هذه هي هذا معناته دا ازيد عرض البلس وث موديليشن، دا ازيد عرض البلس وث موديليشن. هسه انت اذا تخلي بمكان هذا دايود او تخلي هنا مصباح ونفس الشغل راح تشوفه راح يتوهج ويقل التوهج مالته بزياده البلس وث مالتنا. واضح طلاب؟ نسوي ستوب. اللي اريده منكم هنا محاضرتنا قلنا نربط الاربع ترانزسترات، وهنا نشغل هذه المايكرو بروسيسر بكود معين، الكود اريد انت تكتب لي اياه يشغل لك الماطور مثل ما هسه انا شغلته بسرعه البلس وث موديليشن، هنا راح تولدها بلس وث موديليشن. وعندك اثنين ممكن ايضا، واتجاه فورورد وباكورد يعني امامي، ممكن نفره بالعكس يعني نشغل السويتش الاول، نشغل السويتش الاول والرابع يشتغل بالاتجاه، ونشغل السويتش الثاني والثالث يشتغل باتجاه. هذه ممكن انه تشغلوها للدائرة من خلال كود معين. هنا ننهي محاضرتنا اللي هي بالنسبة لنا المحاضرة 6. وقبل ايضا انا سويت يعني مو قلت لك انا شوية كان عندي الوقت ضيق، لان البارحة يلا جهزت لكم المحاضرة لدات توهج ليد او توهج مصباح، هاي انت ايضا تسوي. بس وين هي الباس وث موديليشن؟ هذه وكأنما استخدمنا نفس الحالة، وكأنما استخدمنا البلس وث موديليشن، هذه نفس الربط بس خليت اثنين وكل واحد ربطته على جزء. هاي وكأنما أنا هنا هسه بلا مقاومات، هاي من باب الفحص لأن أنا مستعجلة وربط سريع، أنا بما أنه محاكاة فما أحتاج أنطي الاحتياطات مال العملي من تربط عملي لا. وهنا بمكان المصباح خليت دايود، واجيت هنا ايضا خليت بوتنشيوميتر، والبلس اللي ولدتها لهذا وبلس ولدتها الى هذا المصباح او الى هذا الدايود. فمن اسوي ران هسه، من اسوي ران بتشوفون هذا متوهج، هذا التوهج مالته جدا قليل. هسه من اصعد، من اصعد الفولتيه، من اصعد البلس مالته، شوف التوهج مالته كيف اصبح الازرق، خليت لون ازرق ولون اخضر، هذا التوهج. من اقلل هسه راح اقلل بالاخضر، شوف التوهج شلون يضعف، شوف التوهج وتقريبا بالنهايه طفى. واضح لكم شلون التغيير؟ اعتمدنا على
الانالوج فولتيه متغيره، يعني انالوج تو ديجيتال كونفرتر، اخذت الانالوج ان او واعتمدت البلس ويث موديليشن اللي تولدت، ولدت لي فولتيات متغيره. وهسه انت اذا تربط وتجيب ال سي دي تقرا لك الفولتيات اللي دا توصل لهنا. ابدي ازيد، ازيد بالاخضر، التوهج بدا عندي يظهر الى ان يتوهج. كل ما ازيد الفولتيه التوهج مالته يصبح توهج كامل. هذه دا تشوفون هسه مطيتهم فول فولتج، التوهج مالتهم كامل. ابدي اقلل، هسه اذا اقلل بالازرق شوف التوهج مال الازرق شلون يبدي يقل. هنا التوهج يعتمد على تغير الفولتية. هذا فيما يخص نسوي ستوب. هذا بالنسبة للمحاضرة 5. لحد هنا احد عنده سؤال استفسار كيفية توليد البلس ويث موديليشن، الاعازات مالتها؟ الاعازات طبعا هو المشكلة انه اني ما موجودة الاعازات بالمحاضرة، لكن اني سويت لكم اياها وحدز احاول اسوي لكم محاضرة بسيطة بالاعازات اللي احنا هذه البلس ويث موديليشن. فقط اتاكد من الدكتور مهند، يعني هاي ان شاء الله الاحد القادم ااكد لكم اياها. ما عندنا شيء جديد، نفس ما استخدمنا على اعتبار مو احنا دائما، انا اعرف دكتور مهند انه الشيء اللي انذكر على اعتبار هذه كلها انذكرت بالمحاضرة 2. فقط هذه السيت اب مال انالوج تو ديجيتال كونفرتر، الانالوج تو ديجيتال كونفرتر سويناها هنا، الانالوج تو ديجيتال كونفرتر والسيت اب انالوج تو ديجيتال كونفرتر. فقط عندنا السيت اب مال السي سي بي 1 والسي سي بي 2 المفروض نعرفها، على اعتبار هذه السي سي بي 1 يولد لنا كونفيجريشن بلس ويث موديليشن. هذه الاعازه الجديد اللي اجانا، شلون نسوي سيت اب للكونفيجريشن مال السي سي بي. وهنا السيت اب تايمر، التايمر طبعا هذه الاعازه ثابت الا اذا انا غيرت لك غيرت، بس دائما هو ياخذ ال 500 هرتز، ال 500 هرتز. اذا هذه هو راح ينبني السيت اب ونبدي ياخذ الاعازه، راح نكتبه هنا معناته دا يقرا الشانل، احنا وهاي حددناها بالمحاضره 5، ريد انالوج تو ديجيتال كونفرتر. شنو هي الاي هنا؟ قلنا لان انا كل مره دا اغير، لان عندي بوتنشوميتر، فيقرا الشانل ويخزنها بالاي، يقرا الفولتيه ويخزنها بالاي. وبعدين اقول له اقرا لي الشانل 1 لان هنا عندي ربطين، وايضا يخزنها بالجي، لان ليش دا اولد بلس ويث موديليشن 2؟ البلس ويث موديليشن الاولى راح يخزن ليها بالاي كموقع الاي، لان اني هنا اخذت انتجر 8 على اعتبار اخذت الريزوليوشن مال الانالوج تو ديجيتال كونفرتر 8، وايضا هاي حكيتها بالمحاضره 5. واذا اريد فول ريزوليوشن راح اخذ الانالوج تو ديجيتال 10 واكتب هنا الانتجر 10. والاي اذا عندي اكثر من متغير، اذا متغير واحد راح يكون اي، يعني من اقول متغير واحد يعني انا دا اقرا ديفايس واحد، دا اقرا انالوج اشاره واحده، هنا دا اقرا اشارتين الاي والجي، فدا اولد 2 بلس، البلس الاولى اخليها بالاي والبلس الثانيه اخليها بالجي اللي هي هذه الاي، ريد الانالوج تو ديجيتال كونفرتر ويخزن لي اياها بالاي. وهنا معناته اريد الانالوج تو ديجيتال كونفرتر مال الجي ويخزنها بالجي. سيت هنا ديو تي اي وهنا ديو تي جي، وانتظر الويت ملي سكند، 1 ملي سكند حتى بس يبدل على
خلينا نقول البلس اللي أنا أريده. فهذن الإعازات، هذا الكود صراحة أنا سويته، وتقدر من أي إنترنت أنت تحصل الكودات. شنو اللي تريد أنت تسوي؟ تحسب ال خلينا نقول شلون التاسك مالتك المهمة، شنو اللي تريده تكتبه، تكتب متطلبات مشروعك أو متطلبات عملك أو متطلبات سؤالك. السؤال مالتك شو تريد تشغل، على أساسها تصفط الكودات مالتك. قلت لك أنت ما مطالب بكتابة برنامج، لكن مطالب بتوضيح كودات. الكودات احنا قلنا مال الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، فقط الكودات مال اللي اجتنا هنا اللي هي السيت اب بالنسبه للاي سي سي بي وهذا الكود، والسيت اب مال التايمر، والباقي احنا كلها عندنا موجوده وماخذيها. نستخدم تايمر 2، اذا عندنا 2 اللي هو هسه اني اذا اشرها هذه سيت اب، واللي موجودة عندنا بالمحاضرة اللي أنا سويتها هذه دي تشوفون، هذه اللي هي الفونكشن اللي راح نستخدمها السيت اب سي بي 1 الكونفيجريشن نفسها، والتايمر البريود هنا اللي راح يحدد لنا اياها. ومنطيكم مثال اللي يريد يقراها بهذا، صراحة راح نعدزها هاي المحاضرة. والسيت اب تايمر، وهذه اللي راح ناخذها السيت اب تايمر 2. هنا المود والبريود والبوست سكيل. المود احنا هذه دائما حناخذ هذا المود مالتنا، والبريود اللي هي هنا باي 16، والبوست سكيل اللي هو راح يكون 255. هذني هذه ثابته. معظم الامثله مالتنا او التمارين مالتنا راح يكون على هذا الكود. اذا هذا الكود راح ينحفظ اللي هو السيت اب تايمر 2. يحتاج نحدد المود ونحدد البريود ونحدد البوست سكيل. هذه فقط الاعازات اللي ممكن نستخدمها مع البلس وث موديليشن. هذه عندنا مثال ايضا، هذه هسه اللي انا سويت لكم اياه، هذا المثال البلس وث موديليشن. وممكن انه الكود مالته انطيكم اياه ايضا كاملة، هذا الكود اللي هو يولد لي البلس ويدث موديليشن. ارفق اني ويا المحاضرة رقم 6. لهنا انا طلاب ننهي محاضرتنا، واذا عندكم سؤال او استفسار عن البلس ويدث موديليشن اني اسمع منكم. اكو سؤال، اكو استفسار عنها كيفية استخدام البلس ويدث موديليشن؟ اذا البلس ويدث موديليشن راح يتعامل مع الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، او مباشرة يتعامل مع المايكرو كنترولر مثل هاي المهمة اللي انا انطيتكم اياها. مو الا نحتاج فقط بلس ويدث موديليشن، ما يحتاج اروح الى الانالوج تو ديجيتال كونفرتر. البلس ويدث موديليشن من خلال البرمجة اقدر اني ابرمج الديوتي سايكل اللي اني اريدها. هسه تقول هاي المهمة ممكن تدخل بالامتحان؟ لا، بس اني ارد اشوف نشاطك كطالب، انت كيف تعرف شلون تطلع كود لهكذا مهمة. هذه هو غايتنا، لكن المطلوب من المحاضرة هو هذا، المطلوب من المحاضرة تشغيل كيفية استخدام البلس ويدث موديليشن، شلون اسيطر على الدي سي موتور، اشغله من خلال سويتشات، وهذه السويتشات او شلون اعكس اتجاهها، هذه هو، او شلون اوهج مصباح. هذه هو المطلوب منكم من خلال هذه المحاضرة. اكو سؤال طلاب، سؤال استفسار قبل ما انهي التسجيل؟ بس ماكو واضح ان شاء الله. واضح.